سنة مرقت على انتهاء برنامج بازل، بس التواصل مع المشتركين ما توقف. وأمام التحديات الكبيرة اللي كلنا عم نعيشها وأبرزها فيروس كورونا وانفجار بيروت، كان لازم نلتقي من جديد. اشتقت لكم كتير، صلنا زمان ما شفنا بعض. قدي صلنا سنة؟ سنة؟ يا ويلي شو صار فيكم؟ شو صار فيكم؟ سنة كلها انه كورونا وصار انفجار، يعني ما كيف كانت المدرسة هالسنة؟ خبريني. منيحة مش كتير. رحتي على المدرسة بانتظام ولا وقفت؟ لا وقفنا. خبرينا الاشياء الحلوة. قضيت وقت مع أهلي وتعلمت أعمل اشياء جداد وقعدت في البيت. بس هالسنة أكتريتها مش منيحة، بلشناها بمظاهرات وبعدين صار في كورونا وهلأ الانفجار، فأكتريتها مش منيحة، بس بنفس الوقت في اشياء منيحة. قعدنا بالبيت، صرنا عم نخصص وقت لحالنا أكتر. وتخلصنا بازل، أنا ما كنت مبسوط كتير لأنه ما كنا بعدين ما كنا عارفين رح يصير كورونا وهيدا الشيء ما رح نشوف بعض. خبريني شو أخذتي معك من بازل؟ إنه حلو إنه كلنا نوثق كفريق، نوثق ببعض إنه نحن قادرين نعمل هيدا الشيء. وكانوا كلهم يعني إنه كيف بدي أقول لك، إنه بيعتمدوا على بعض، مش إنه خلص إنه هي مش قادرة تعمل خلص يعني هيك. فانه كان شيء كثير حلو انه كنا كلياتنا عم نتعاون ونتشارك. شو قدرت تطبقي من يلي تعلمتيه ببازل؟ يلي قدرت طبقه من بازل انه يكون عندي رفقه من غير جنسيات، مش بس من الجنسيه اللي انا بعرفها، وكمان انه مين ما طلب المساعده يكون جاهزه تساعده، مش بس حدا بعرفه ساعده، يعني مين ما كان طلب يد مساعده يكون انا حد عم ساعده. احمد، انت كثير زعلان كنت لما وقفنا بازل، خبرني شو كان بازل بالنسبه لك؟ يعني كتير كان حلو لأنه تعرفت على أشخاص وهونيك ساعدنا عالم وتعرفت وعملنا نشاطات وتعلمنا أشياء كمان. شو الأشياء اللي أخذتيها معك حياتك اليومية من بعد بازل؟ أخذت من بازل أنه نكون كنا إيد واحدة ونتعاون مع بعض، وتعلمنا أشياء كتير حلوة، وتعلمنا كيف يكون في بيناتنا محبة حتى لو ما منحب بعض. في طرقة يعني نقدر نحب بعض فيها ونتعرف على أشخاص جديدة. يعني إذا نحن في شخص مثلا غلط معنا أو شيء، نقدر نسامحه ونقدر نتعامل معه لنشوف يعني إيخ شيء، يعني لوين رح يوصل، لنقدر نتعامل مع الشخص نقدر نفهمه، هيك بيصير في محبة بيناتنا. كيف استخدمتوا الوقاية بوقت كورونا والتباعد الاجتماعي والبيت والنظافة وهالقصص كلها؟ كان صعب عليكم أنه تقطعوا بهيدا النظام المكثف اللي كان؟ خفتوا ما خفتوا؟ شو حسيتوا؟ كتير خفنا، بس التزمنا بالحجر الصحي، بلشنا نعقم ايدينا ونعقم البيت ونحكي من بعيد. بازل كان برنامج كتير حلو، وتعلمنا كتير اشياء مثل كأنه محبة الاشخاص التانيين، نحترم ديانة الاخرين، واذا كان شخص جنسيته غير جنسيته نحترمه ونحبه، ونمهد الطريق بين رفقاتنا كمان يصير في محبة ويصير في صداقة اكتر. ولما صار الانفجار شو شعرتي؟ كتير خفت لأن كنت لحالي بالبيت وكنت حقوقها من البرندا. أختي انكسرت إجرها وإيدها. نحن نطلعنا من حرب بنفوت بحرب تانية، كمان العالم بدها تعيش، بدها ترتاح، بدها تشوف حياتها. فبتمنى أنه هيدا الشيء ما عاد يصير، لأن العالم وين عم بتروح؟ لأن في شخص عم ينام بالشارع، لأنه هلأ ما صار عنده شارع، صار في انفجار وصار في كل شيء، أنه الشوارع كلها تدمرت، يعني حتى شارع ما عاد له ينام فيه. هلأ اليوم أنتوا عارفين شو رايحين تعملوا؟ رايحين نساعد. وهيدا الشيء هيدا الشيء بذكركم بشيء ثاني؟ باعمال الخيريه اللي كنا نعملها ببازل. بيل شو بنسكننا نسميهم؟ المو مبادره انسانيه. مبادرات الانسانيه. اليوم رح تعملوا مبادره انسانيه. نحن نازلين على مرم خايل على المنطقه الاكثر شيء منكوبه ببيروت. مشوا معي، الحقوني يلا. عودوكن شبيبة برنامج بازل بكل حلقة يقوموا بمبادرة إنسانية أمام الانفجار الكبير اللي شهدته مدينة بيروت، واللي راح ضحيته أكثر من 177 شخص، وحول بيروت إلى مدينة منكوبة بعد ما تشرد نحو 300 ألف وتضرر أكثر من 100 ألف طفل من سكان بيروت، عدا عن إصابة أكثر من 6500 شخص.
كان لابد لفريق بازل يهب للمساعدة ويوقف إلى جانب المتضررين ويسأل عن حالهم ويقول لهم حمد الله على السلامة. حمد الله على سلامتك. طبعا ما ضلش يعني هون تحت المحل ما بننام من ضرب. يلا هلا الحمد لله. الحمد لله الله يسلمك. حبيت اجي عند اهلنا هون بالجمازي والاشرفيه وباي منطقه متضرره، اذا طلبوا مني مساعده لساعدهم. طبت هون ورا راسي كل جسمي